أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة من الدوار. وسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع ابن من ابناء قريه المدموت الاستاذ صدقي علي يونس. اهلا بك. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نتكلم عن اهم المؤسسات التعليميه الموجوده داخل قريه المدموت، بتمثل فين؟ المدموت فيه المؤسسه، مدرسه مؤسسه ابتدائي، عندنا فيه مدرسه الشعراوي عندنا هنا في جاد الكريم ابتدائي واعدادي، وفي مدرسه عبيد علي في برضه في نجع عبيد، مدرسه علي زيدان ابتدائي، وفي مدرسة لسه بدأوا الحفر فيها والعمل فيها اللي هي متبرع بها مناجي منير سلوانس. إعدادي بنات، إعدادي بنات. جميل. تكلمنا عن نصيب التعليم الأزهري هنا داخل قرية المدموت، هل التعليم الأزهري بيحظى بنفس القدر الذي يحظى به التعليم العام؟ والله التعليم الأزهري حاليا في الفترة الأخيرة له سنتين ثلاثة في إقبال شديد على الأزهر. واحنا حاليا عندنا معهد ابتدائي واعدادي في الازهر فتيات وبنين، وعندنا برضه ثانوي فتيات وبنين، ثانوي ازهري. ولكن المشكله انه مع الكثافه العاليه دلوقتي المعهد مش شايل طلبه، فاهل الخير تبرعنا ولمينا فلوس واشترينا حته ارض حوالي 8 جرانيت عشان نبني معهد ازهري فتيات، لانه الفتيات بالذات احنا عندنا الثلاث ادوار اللي تحت ابتدائي والرابع والخامس فتيات. جميل. ففي الاقبال الشديد لا الفتيات شايل الطلبه ولا الابتدائي شايل الطلبه. جميل. فان شاء الله ماشيين في الاجراءات. تخصصنا قطعه ارض تم بناء معهد ازهري عليها اللي هو فتيات. لسه احنا دلوقتي اشترينا الارض وخلصنا مع اصحابها وماشيين في الاجراءات الحكوميه دلوقتي. عاوزين دلوقتي يبقى يعني فيه يعني السادة المسؤولين يساعدونا في اجراء سرعة الاجراءات عشان يقال انه فيها املاك دولة وفيها ارض ملك، فاملاك الدولة عاوزة تخصيص، فماشيين في تواصل مع النائب بهاب الحمد، وان شاء الله بعد العيد كده حنمشي في الاجراءات بتاعت المسؤولين باذن الله. الجزء الخاص بالاملاك الدوله بناخذ به خطاب تخصيص كل معهد الازهري مع اضافه القطع اللي احنا مشترينها. جميل. تمام. للتوسع في المعهد. استاذ صدقي، نقدر نقول النهارده الفتاه داخل قريه المدموت بتبدا تعليمها من رياض الاطفال حتى الجامعه وهي داخل قريه المدموت، يعني نقدر نقول هي بتاخذ من الابتدائيه للثانويه داخل القريه وممكن تنتقل الى الجامعه في مدينه طيبه. تمام. احنا عندنا في النسبه الازهر فيه دكاتره في كليه طيبه هنا من المدموت خريجين معهد الازهر هنا، لكن بالنسبه للتعليم العام بنعاني من قله التعليم الثانوي لانه بناتنا بيروحوا ثانوي العشي
ودي مسافه كبيره بيركبوا حوالي مواصلتين ثلاثه لحد ما يوصل العش. فبنتمنى وبنطالب برضه المسؤولين بتخصيص حته ارض عشان التعليم الثانوي يعني، وخاصه البنات بيتعبوا خالص بالعش يعني. حتى مش احنا عشان تبع مدينه الزانيه، فاقرب مدرسه ليهم بيروح العش، والعش مسافه كبيره. فبرضه بنطالب انه يبقى فيه مدرسه ثانوي، وخاصه فيه اقبال برضه على التعليم الثانوي، والمدامات كبيره يعني، كثافه سكانيه يمكن بتزيد على 30,000. يعني كل طلباتنا ان احنا بنطالب ان يتم تخصيص قطعه ارض لاقامه مدارس ثانويه هنا داخل قريه المدمون، لانه الطلبه واولياء الامور فيه يعني بيبقى فيه عزوف من الطلبه، لا انا اروح اودي دبلوم ولا اودي ثانوي ازهري، بدل ما بنتي تروح في المواصلات وانا ما اضمنش هترجع امتى. فعشان كده بنطالب. هنا بتلاقي الفتاه بترجه التعليم الازهري على التعليم العام، تقول لك ان انا عندي من ابتدائي لثانوي وانا في نفس القريه. في نفس القريه، بدل ما اروح انا اودي بنتي وتاجي لي اخر النهار ودروس ومش عارف ايه، لا طب ما انا اخليها هنا في الثانوي الازهري وبعد كده بتكمل في طيبه. تكلمنا هنا عن الكثافه بتاعه الطلاب هنا داخل المعاهد الازهريه، هل هي كثافه معقوله ولا كثافه مرتفعه؟ لا، من حوالي اربع خمس سنين كانت الكثافه يعني الفصل ما لا يتعدى 20 30 طالب. لكن من ساعه ما حوالي سنتين ثلاثه حاليا، انا عندي في السنه دي في المعهد هنا اول اعدادي الفصل بيوصل 60 طالب في الفصل. 60 طالب في الفصل في المعهد الازهري. والامكانيات ما تسمحش، الفصول الامكانيات ما تسمحش ان اشيل 60 طالب. جميل. لذلك معهد التعليم الازهري بيبقى من المرحله الاعداديه منفصل، دايما بيبقى في معهد فتيات ومعهد بنين. لكن هنا داخل قريه المدمود مشترك حتى الثانويه العامه. لا، هو البنين مبنى مستقل لوحده. جميل. اعدادي، لكن الابتدائي لحد سته ابتدائي، والفتيات اعدادي وثانوي في مبنى واحد. والبنات عندنا الاعدادي والثانوي، يعني الاعدادي والثانوي منفصل وابتدائي مع في مبنى واحد. جميل. الابتدائي واخدين الثلاث ادوار اللي تحت. جميل. والفتيات واخدين الرابع والخامس. جميل. مع الكثافه حاليا والمعهد رمموه، ففي فصول كثيره اتخذت حمامات واتخذت معامل مش عارف فيها. فالابتدائي لا بيشاكلوا حاليا، لا لاقيين فصول للابتدائي ولا فصول للفتيات. جميل. لذلك احنا اشترينا حته ارض بعد قطعه الارض، وان شاء الله تتحل يعني مشكله املاك الدوله. فبالتالي نعم بنناشد المسؤولين يعني يعني يساعدونا بسرعه. احنا ماشيين في المشوار ده لنا حوالي 6 7 شهور. جميل. واهل الخير كثير للناس اللي تبرع بارض واللي ادانا فلوس. جميل. واشترينا الارض ثمن قريض وموقعها جميل خالص. تمام. فنتمنى من المسؤولين يساعدونا ان احنا في سرعه الاجراءات بحيث ان نخف الكثافه، حتى لو سنه او اثنين بالكثير يكون المعهد قام. نتجول بالكاميرا بتاعتنا، وجدنا مبنى ضخم كبير للازهر الشريف على سبيل المثال، هل المبنى ده هو القائم حاليا ولا ده اللي سوف؟ هو المبنى ده مبني من حوالي 30 40 سنه، 30 35 سنه. تمام. الفتيات جات هنا تم تطويرها، شايفين لسه مبنى جديد. الفتيات ليه 6 7 سنين كانوا بيروحوا المنشاه، وخصصنا لهم الدور الرابع والخامس عندنا هنا في المدامات. لكن حاليا في الفتره الحاليه يعني من 30 سنه وهو مبني خمس ادوار. خمس ادوار من بدايته. هو خمس ادوار كان ابتدائي بس، ما تمش عمليه تعليق. خمس ادوار، لكن ليه حوالي سنه دلوقتي دخل ترميم ودخل الجوده. فصراحه زي ما هنشوف كده انجاز عالي خالص بالنسبه اللي اتعمل فيه. بس زي ما قلنا المشكله في المساحه، ان هي مش شايله الطلبه، لكن هو كمبنى بسم الله ما شاء الله يعني من الاخر حاليا بعد الترميم. بعد الترميم وحاليا فكره يعني هل لو لجانا لفكره يعني نقدر نقول فترتين، هل ده ممكن تحل مشكله الكثافه في الفتره الحاليه حتى يتم الانتهاء من تخصيص وبناء المعهد الازهري الجديد؟ فترتين، ما المشكله انه الابتدائي ما ينفعش يجي بعد الظهر،
والفتيات ما ينفعش تيجي بعد الظهر، لكن عارف البنين يجوا بعد الظهر، لكن برضو ما ينفعش المعهد يكون فتيات الصبح والبنين بعد الظهر، ودي بنين كبار يعني ثانوي والفتيات كبار، فيبقى في مشاكل برضو. فلازم يكون مكان مستقل للفتيات، لازم يكون في مكان مستقل للفتيات. تكلمنا هنا على بالنسبه صفتك معلم من معلمي الازهر الشريف، لو تكلمنا عن الطلبه هنا هل بيلجأوا لفكره الدروس الخصوصيه ولا في اكتفاء بالقدر اللي بيعطيه المعلم داخل الفصل الدراسي؟ والله هي الدروس الخصوصيه دي بقى ثقافه مجتمع، يعني خلينا واقعيين، سواء شئنا او ابينا الدوله بتحاول بقدر المستطاع انها تقضي على الظاهره دي، لكن الظاهره دي اولياء الامور بيحسوا الطلبه قبل الطلبه نفسها على موضوع الدروس الخصوصيه، فدي ظاهره خلاص يعني صعب انك انت تنهي. صدق يعني ممكن نعرف على ايامنا كان الطالب يقول لك بياخد درس وهو في الثانويه العامه، النهارده بنجد من المرحله الابتدائيه الاولى هو بياخد دروس. في الحضانه والله من الحضانه، بس احنا هنا يمكن الميزه هنا انه معظم الناس مش بتاخد غير في مرحله الثانوي، وفي المواد اللي هي بيبقى فيه صعوبه انه الطالب يحصلها بنفسه. وعندنا يعني برضو بسم الله ما شاء الله نسبة عالية دلوقتي في دكاترة الجامعات، وفيه يعني أنا من الطلبة اللي درسهم فيه في دكاترة في اقتصاد علوم سياسية بني سويف، عندي فيه دكاترة في طيبة خريجين المعهد المدمود الأزهري، خريجي ثانوي عام تمام، لكن في الثانوية الأزهرية عندنا هنا بنتين معيدات في كلية طيبة في من نفس المعهد، وعندنا دكاترة بشرين 6-7 دكاترة، عندنا مهندسين برضو معظم المجالات في المدمود، يعني في كل المجالات تلاقي فيه خريجين من المدونة. بالنسبة لطالب التعليم الأزهري بتبقى بالنسبة له أكتر من التعليم العام، يعني بجد أنه ممكن طالب الأزهر بيدرس 14 مادة وطالب العام بيدرس 7 مواد في الترم الدراسي. في احنا عندنا في الثانوي بتوصل 18 مادة، وبعد كده العلمي بيعانوا أنه بيدرس المواد الشرعية 5 مواد والمواد العربية 5 مواد، ده بالإضافة لما فيش تشعيب عندنا علم علوم وعلم رياضة، فبياخد كله علمي مع بعضيه الرياضه حتى ثالثه ثانوي بيبقى ما فيش تشعيب. في ضغط، وبعد يعني ممكن خريج الازهر في ثالثه ثانوي ممكن يخش هندسه او يخش طب، يخش هندسه وطب. وبعد كده المشكله الامتحانات، احنا بنراقب في الامتحانات الطالب بيبقى كل يوم امتحانات او كل يوم من ثاني يوم، في اليوم بيبقى فيه مادتين، طب ازاي هيحصل في يراجع المادتين في اليوم؟ فبرضه بتبقى فيه صعوبه، غير طالب الثانوي العام بيبقى بين الماده والثانيه، بين الماده والثانيه بيبقى فيه تقريبا 5 ايام وست ايام وماده واحده، لكن ده بيبقى كل يوم مادتين. يعتبر عبء على طالب المعاهد الازهريه، عبء مضاعف على الطلبه وعلى اولياء الامور وعلى المجتمع كله، يعني المفروض يبقى تراعى، او حل اقل مثلا عندي المواد الشرعيه والعربيه عملوا حاجه في الاعدادي دلوقتي دمجوا لك في، يقول لك لا المعاهد الازهريه بيبقى المقررات عليهم اخف شويه، يعني بس بيبقى مش عليه الماده كامله، عليه جزء منها. لا انا حضرتك انا مدرس ماده ادبيه، انا مدرس جغرافيا تمام، الجغرافيا في الثانويه العامه يا عم اهالي الازهر، الاختلاف فقط في المنظومه الجديده في نوعيه الاسئله، لكن نفس المنهج هو اللي بيدرس بتاع العام، هو اللي بيدرس بتاع الازهر. يعني مفيش عمل التخفيف، ما يقولكش ان هو ياخد نص المنهج. احنا مستنيين يعني السنه دي كل سنه بيبقى فيه حذف، الحذف بتاع المواد الثقافيه والعلميه اللي بتقرره التربيه والتعليم بيتقرر على الازهر. يعني الحذف يبقى شامل الاثنين. شامل الاثنين، ما فيش حذف، يعني السنه دي ما فيش حذف. حتى الان ومع انه المنهج الترم مضغوط خالص، الترم الثاني ده. كل المواد حاليا بنعاني ثالثه اعدادي والثانوي عامه انه ما فيش اي حذف، والحذف مرتبطين بالتربيه والتعليم. فنفس اللي هو في التربيه والتعليم هو اللي في الازهر. بنجد ايضا المقررات بالنسبه للطلاب الصغيرين اللي هم في المرحله الابتدائيه في التعليم الازهري مقرر عليه في كل مرحله على سبيل المثال جزء من الاجزاء، هل ده مش يعتبر عبء على الطالب اللي هو لسه صغير لسه في اولى ابتدائي وعليه على سبيل جزء عام مطالب ان هو يحفظه؟ لا بص خلينا واقعيين، الازهر اصلا قائم على القران. تمام؟
فالحاجه الاساسيه في الازهر هو القران. وبعد كده احنا عندنا بسم الله ما شاء الله فيه نسبه حفظ القران كثيره خالص. عندنا هنا في نجع اسمه جاد الكريم فيه اهتمام خالص بالقران. هتلاقي فيه عيال انا في واحد هنا من الصعايده عنده 7 سنين وحافظ القران كله. ففي عدد كبير. هل بتديله ميزه؟ هل بتديله حافز داخل ال بيدخل مسابقات وبيخش وبيبقى فيه تكريم بالنسبه للسنه الدراسيه بتاعته؟ هل ممكن حافظ القران الكريم اليوم؟ والله الازهر ده يبقى ما بيبقاش اضافه لانه ده الاساسي بتاع الطالب الازهر اللي هو القران. لكن هو ممكن بره انه فيه مسابقات بره من هنا من هنا بيبقى بيبقى فيه حافز. لكن الازهر ده مش ده الاساسي بتاعه ان هو يحفظ قران. في يقول لك ان طلاب الثانوي العام يقول لك يا عم ده الطلاب الازهر كله بينجحوا بالغش. هل في محاربه لظاهره الغش داخل المدارس الثانويه الازهريه؟ هو في بص برضو زي ما الدروس الخصوصيه دي ظاهره، الغش دي ظاهره سواء في الازهر او في العام، وكل واحد بقدر المستطاع بيحاول يحل. لكن هو ما انت حاليا الاسئله في النظام العام احنا بالنسبه للثانوي العام اللي هو الاختيار متعدد مش بتفرز طالب يعني متمكن زي الاسئله المقاليه والكلام ده. معلش انت راجل هيك مثلا مذيع، لولا الاسئله المقاليه عندك والكلام ده ما كنتش هتعرف تدير حوار. فعمره الاسئله الاختياريه دي اللي هو الاختيار المتعدد، انا راجل تربوي الاختيار عمرها ما بتطلع خريج يعرف يتعامل مع الحياه يعني. دايما واحنا لما كنا بندخل الامتحان كنا دايما بنخاف ومترددين هنكتب ايه في كراسه الاجابه. النهارده الطالب حتى لو ما عندوش قدر من التحصيل يقول لك انا ممكن بالحظ اختار اختيار معين وبالحظ ممكن يديني المنجح. والدليل على ذلك انت طب جينا السنه دي تقريبا نسبه السقوط 70%. ونفس القصه طب اسيوط على ما اعتقد. طب ما انت احنا على ايامنا راجع على ان الطلاب اللي هم اخذوا اماكن زمايلهم يعني ممكن داخل حتى لو ممكن التطور ممكن استاذ صدقي النهارده التطور في عمليات الغش يعني استخدام الوسائل الحديثه في عمليات الغش يعني ما بقاش الغش زي زمان. الموضوع ده داخل فيه الحظ اكتر من الغش. موضوع الاختيار متعدد داخل فيه الحظ اكتر من الغش. حتى الغش بيبقى حتى لو في غش بيبقى مقنن. لكن النهارده لما يكون 70% من الطلبه من وسائل حديثه مثل السماعات الدقيقه مثل اللي بتزرع في الاذن وكلام من ده ممكن بيساعد. هو التطور ده التطور في زي ما بيقول لك لازم فيه تطور في كل حاجه. لكن برضه موضوع انا نوعيه اسئله الاختيار المتعدد مشكلتها انه بتلعب على الحظ اكتر. انا اعرف يعني طلبه مستوياتهم زي الزفت بيروحوا الامتحان وتلاقيهم حتى في الادب يروحوا يجيبوا كليات اقتصاد علوم سياسيه يجيبوا مش عارف صحافه واعلام وتلاقي في الاخر ما فيش حصيله صفر. ليه؟ لانه بقول لك معتمد الاختيار المتعدد دي بتعتمد على الحظ مش على ممكن الحظ. وممكن الحظ بيكون يعني نقطه صعبه بالنسبه للطالب الدارس المجتهد فبالتالي بيجد اجابات متقاربه فبالتالي هو بيبقى ايه في مشكله او في حيره لان هو يعرف معنى الاختيار فبتاخد منه وقت اطول في اختيار القرار يعني او اخذ القرار يعني وبعد كده بالتالي بيجيب دريات ممكن بيجيب دريات اقل. وبعد كده احنا المفروض يعني كل دوله وكل مجتمع ليه نظامه التعليمي وامتحاناته اللي هي توافق المجتمع. يعني ما ينفعش فكره نجحت في اليابان اجي اطبقها عندي هنا في مصر لان انا مجتمع هنا مختلف عن اليابان. في الدول الفدراليه بتلاقي المحافظه تختلف عن المحافظه الثانيه، يعني جينا تختلف عن الاقصر، بالك احنا عندنا هنا في مثلا في مصر ما ينفعش اجيب نموذج معين من الغرب واطبقه زي ما هو بحذافيره، لازم انا اراعي المجتمع. المجتمع يعني اهم حاجه عندنا الاسئله المفروض الاسئله المقاليه يبقى دورها. لو رجعنا لزمان للتعليم في السبعينات والثمانينات كان نجد في المرحله الابتدائيه مقارب اليه، يعني كنا دايما نتكلم عن في امل وعمر جنب بيتي خالي جرن، كانت مواكبه للبيئه بتاعتنا. واحنا العلماء كلهم يعني مثلا عندنا كل العلماء زي زويل وعندنا زي جمال حمدان ومجدي يعقوب وغيرهم وغيرهم، ما كلهم نطلعهم الاسئله المقاليه ما نطلعهمش الاسئله الاختيار المتعدد. We'll be right back.
كرجل أزهري هل بتغرس في الطالب يعني فكرة عدم الغش، ونقول له من غشنا فليس منا، وبالتالي الطالب يطلع ملتزم دينيا حتى في التعامل مع احنا بنستند لفتوى من دار الإفتاء عندنا بتقول انه الغش في الامتحانات تعادل شهادة الزور، نفس الاسم اللي في شهادة الزور هو اللي في غش في الامتحانات، فبنحاول بقدر المستطاع، بس دي يعني بيختلف من فرد لاخر، بيختلف من يعني كل واحد بيحاول بقدر المستطاع، فهو مش حق مكتسب لولي الامر او للطالب او المدرس موضوع الغش. احنا بقدر المستطاع بنقول يعني من باب الدين انه الغش في الامتحانات زي شهادة الزور، فبنلاقي طالب انت ايه المعنى، انا على الاقل لما طالبك مثلا يتقرص في النقل يجب انت تعرف مستواه فتقيمه وتدي له درس في الماده، لكن لما ينجح من الدور الاول وتهي انت معتقد انه ولدك تروح توديه الكليه تصرف عليه وفي الاخر يسقط، طب ليه؟ لما انت من باب اولى تعرف ايه النقص في طالبه في العيل بتاعك وتعالج الجوانب النقص دي. لو طالب من طلاب الاستاذ صدقي حاصل على الدرجات النهائيه في المواد الشرعيه ولكن في الدراسات الاجتماعيه جاب درجه اقل من المنجح، هل ممكن الاستاذ صدقي يتعامل بالرحمه والرأفه مع هذا التلميذ؟ هو بص انا حضرتك دلوقتي موجه في الازهر، تمام؟ دور الموجه ان انا بقيم المدرس، واستحاله اقيم المدرس على مستوى الطالب، لانه الطالب فيه عوامل كثيره بتتحكم فيه بتاثر فيه، من باب اول حاجه البيت، وبعد كده الشارع واصدقائه، واخر حاجه المدرسه. فانت هتلاقي الظاهره العامه لو لقيت لك في الفصل خمسه سته كويسين، الفصل لو فيه 30 40 ولقيت فيه خمسه سته كويسين ده تمام، لكن صعب الغالبيه بيبقى المستوى المتوسط او اقل متوسط، لكن الطب ده بيبقى معروفه انهم نسبه بسيطه، فاستحاله نحاسب المدرس على مستوى الطلب. بالنسبه للدرجات لو انت بتصحح، ايام كنت بتصحح درجات، هل لو انت شايفه جايب الدرجات النهائيه في العلوم الشرعيه فبالتالي جايب درجه اقل في الدراسات الاجتماعيه بيبقى هو يقول لك انا ازهر وانا مش مهتم بالدراسات الاجتماعيه شويه؟ لا بيبقى فيه جوانب نقص بنحاول نعالجها، وبنحاول نشوف ليه الطالب جايب مثلا في الماده بتاعتي انا درجه اقل بقدر المستطاع، ونحاول نحبب في الماده وبعد كده يعني بيتحسن مع وخد لبالك يعني دائما المدرس بعد الاب، يعني المفروض بعد الاب هو القدوه للطالب. زمان لو رجعنا صغير كان في القريه دائما اكثر حاجه منتشره بالنسبه للتعليم الازهري وهو الكتاتيب، هل ما زالت فكره الكتاتيب موجوده داخل قريه المدمود؟ والله هو في كتاتيب، بس زي ما قلت لك احنا مشكله المدمود بنعاني منها انه المساحه كبيره خالص، وتباعد النجوع من بعضها بين النجع والثاني فيه 2 كيلو 3 كيلو، فتلاقي فيه محفظ بسم الله ما شاء الله شغال يعني وعنده نسبه كبيره من الطلبه تحفظ القران، فانا عشان النجع بتاعي بعيد منه فبضطر اكتفي باي كتاب جنبي حتى ولو طالب بتاعي ما حفظ الا لما الطالب يكبر بعد كده اوديه الكتاب، لكن هو فيه نسبه كتاتيب عاليه. ودلوقتي نقدر نقول ان قريه المدمود متباعده النجوع. متباعده النجوع، احنا عندنا مساحه يمكن من اكبر المساحات عندي على مستوى الاقصر في مساحه سواء كبلد او ارض زراعيه. فالنجوع بنعاني من بعد المسافه وبنعاني من المواصلات، فانا لو عاوز اودي الطالب بتاعي فاضطر يكون معي موتوسيكل او وسيله مواصلات خاصه عشان اوديه كتاب. فالاقرب لي اي كتاب حتى ولو كان مش المستوى المطلوب يعني، لكن في نجوع عندنا بسم الله ما شاء الله فيه نسبه حفظ القران الكريم كبيره خالص. التطور التكنولوجي ادى يعني ممكن في بعض البرامج لتحفيظ القران الكريم، هل سهلت على عمليه ان انا اروح اتلقى القران الكريم على يد الشيخ؟ والله هو حاليا الازهر له سنتين ثلاثه عمل حاجه اسمها رواق الازهر. تمام، رواق الازهر فتح احنا المدمود من السنه اللي فاتت، والسنه الثانيه دي بيشتغلوا 3 ايام في الاسبوع. تمام، والاوقاف تقريبا برضه شغاله، ائمه المساجد عندنا شغالين على حفظ القران، وبالاضافه لانه في وعي، انا لسه كنت قاعد مع حد من الناس بيقول لي انا اهم حاجه عندي ابني انه هو يحفظ القران، وبالفعل انه هو الطالب على ما يحفظ القران الباقي ده كله بيبقى مكمل وربنا بيفتح عليه بسبب القران يعني.
أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من الدوار. شكرا لكم وإلى اللقاء.